اطمئن، يأتيك الفرج فجأة كما أتاك الابتلاء بغتة. ثق بالله ولا تيأس. تمام كده. أن يأتيهم، يأتيهم، بس مش قولش يأتيهم، لا مش كده، تمام. متعملهاش فيها دفع كده زي القلقلة، لا. أي يأتيهم عذاب أليم. أيوة كده، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه أن يعبدوا وأطيعوه. الله، ركوك الهاء، أن يعبدوا الله. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه وأطيعون وإيه؟ برضه وأطيعون وأطيعون، فين المد بتاع العارض؟ المد المد عارض للسكون فعلا. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم من الغنة، ويؤخر من ذنوب يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليلا فلم ونهارا. زمن غنة لي الإدغام، ودي زمن المد عند ونهارا. ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. حسبك، طلعي بس كده الأحكام. طيب. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. المد والغنى، قال في هنا ألف لينة، هيبقى مد طبيعي حركتين. تمام. ربي حركتين إني إمتى؟ وصلا. واصلا. قال ربي ربي إني إني، إني طبعا عندي هنا النون مشددة، ف إني والياء، فيها مد هنا، إني دعوت إني دعوت. تمام. دعوت فيها ايه؟ تمام فيها. نعم دعوت فيها ايه؟ دعوت. هي الواو هنا ساكنة. واو حرف لين، قولي كده، واو حرف لين مثلا. الواو حرف لين، فعند الوصل هتنطق ساكنة عادي دعوت، وعند الوقف هيبقى مد عارض للسكون. مد تمام. لين، مد لين، مد لين دعوت. حركتين. لا قومي عند الوقف مد لين عارض السكون، عارض للسكون. أربع أربع حركات. أربع حركات. قومي ليلا ونهارا، في هنا تنوين وبعده واو، هيبقى في إدغام. إدغام ناقص، تمام. صح كده؟ إدغام ناقص بغنة. تمام. ونهارا في مد في الألف هنا عوض. تمام. تمام. مد ففي عوض ألف ايه؟ منونة فمد عوض. عن حركتين التنوين. عن التنوين. ايوه، ونهارا اسم مد عوض عن التنوين عن المنصوب التنوين. حركتين. تمام. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، جزاني خير. احسنت.